الحلقة السادسة من تفسير سورة النبأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دي الحلقة رقم 6 وهي الحلقة الثانية في تفسير سورة النبأ. الحمد ما بدأنا في قلنا أن ربنا في سورة النبأ بيربي القلوب على العبادة الصحيحة، والعبادة الصحيحة بتقوم على 3 أركان: الخوف، الرغاء، تصلح العقيدة. بدأنا بالخوف وقلنا الخوف 5 أدوية الإنسان بياخدهم بيزداد خوف. أول حاجة أدلة البعث والنشور 3 اللي هي خلق السماوات والأرض وخلناها، وبعدين اتكلمنا على خلق الإنسان. خلق الإنسان ده أكبر دليل على إن ربنا هيحاسبنا، وعشان ربنا يخلقنا كان في مقومات. أول حاجة خلقنا أزواجا ذكر وأنثى، وجعل لنا النوم، وجعل لنا الليل، وجعل لنا النهار، وجعل لنا 7 الشديد. سادس مقوم، وجعلنا سراجا وهاجا. جعل في السماء سراجا وهاجا اللي هو الشمس، عامل زي السراج يعني المصباح، الوهاج يعني اللي بيطلع حرارة وضوء. فالشمس عبارة عن مكان فيه آلاف وملايين التفاعلات الاندماجية بين ذرات الهيدروجين، بيطلع منها طاقة كبيرة جدا بتنور لنا وبتدينا الحرارة. لولا الست حاجات دول الإنسان ما كانش عايش. ده الدليل الثاني ان ربنا هيخلقنا، ان هو خلقنا، ان هو هيبعثنا، ان هو خلقنا وجعل لنا مقومات الحياة 6. طيب الحاجة التالتة اللي بتدلنا بتزيد الخوف في قلوبنا، الدليل الثالث على البعث والنشور، وهو انبات النبات. فاول ما تشوف نبات تعرف ان ده دليل على ان ربنا هيبعثك. ليه؟ ربنا قال وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هنا ربنا بيتكلم عن نبات، بيقول وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة. أنزلنا من المعصرات، المعصرات اللي هي السحاب المليء بالمطر الذي شارف على النزول، ماء ثجاجا يعني متتابعا كثيرا، زي أفضل الحج العج والسج اللي هو رفع الصوت بالتلبية. طيب لنخرج به حبا ونباتا، الماء الكثير دوت عشان ننزل به حبا ونباتا وجنات ألفافا. طب ليه الترتيب دوت؟ الترتيب حسب الأهمية، فأهم شيء للإنسان هو الحب، فالحب منه الخبز اللي هو الدقيق والرز، ولا يستغني عنه إنسان في حياته. بعد ما الإنسان يحصل دول بيبدأ يدور على النباتات اللي يأكل منها اللي هو الحشيش والزروع، يبقى محتاج عيش ومحتاج حاجة يغمسه بيها، والنباتات هي اللي بتعمل اللحمة. طب الإنسان كل حب ونبات وشبع، يدور بقى على الفاكهة وجنات ألفافة أي ملتفة، ألفاف يعني مجتمعة. فالإنسان بيحتاج للفاكهة بعد ما يأكل الحب والنبات، فده ترتيب بديع. طيب الحاجة الرابعة اللي بتنمي الخشية في القلب مشهد الحساب. إن يوم الفصل، يوم القيامة يسمي يوم الفصل. ما معنى إن يوم الفصل؟ يعني إن يوم القيامة يسمى يوم الفصل. طب لما سمي يوم الفصل؟ لأنه يفصل بين الناس فيجعلهم سعداء وأشقياء حسب الأعمال، ويفصل بين الحبيب وحبيبته، والأب وابنته، والأب وأبنائه، والزوج وزوجها. بيفصل بين المتحبين لو عملهم مختلف. فأي واحد بيحب حد وعاوز يلتحق به يحسن العمل ليلتحق به. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني كان وقتا مخيفا عظيما مجهولا فيه أهوال. يوم ينفخ في الصور، معناها يوم ينفخ إسرافيل عليه السلام النفخة الثانية في البوق غير النفخة الأولى بتاعت الفزع، نحن نتكلم عن النفخة الثانية. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يعني فتأتون أفواجا جماعات حسب الأعمال، كل واحد حسب عمله. قوله تعالى يخرجون من الأجداث صراعا، يعني من القبور صراعا، وكأنهم جراد منتشر. طب ما معنى وفتحت السماء؟ معناها شققت السماء. يبقى تنفخ في الصور، انتوا جايين بتجروا والسماء متفتحة، زال لونها الأزرق وتحول إلى الأحمر وتحولت إلى أبواب. وفتحت السماء فكانت أبوابا. طب الأبواب دي ليه؟ فكانت طرقا لنزول ملائكة الحساب.
يبقى انت جاي على المحشر وملائكة الحساب عمالة تنزل من السماء. وسيرت الجبال، أي انتزعت الجبال وأصبحت تسير في السماء وتتساقط من السماء، زي قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فكانت سرابة، أي تساقطت فأصبحت سرابا غبارا غليظا ناعم زي الصوف، تحس أنه حاجة وما تقرب ما تلاقوش حاجة، وتلاقي الأرض كلها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ده المشهد الرابع. اليوم القيامة بيبدأ، بتبدأ النفخة إفسانية، فيندفع الناس كالجراد نحو أرض المحشر، يبص فوق يلاقي السماء مفتحة والملائكة عمالة تنزل، يبص على الجبال يلاقوها اتدمرت تماما ومعادش في أي جبال. طيب المشهد الأخير بقى مشهد العذاب. إن جهنم كانت مرصادة، الناس وهي واقفة في الحساب هتلاقي جهنم رصدها، هتلاقي النار لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك بيجروا النار، والنار بتبص لكل شخص وتقول وكلته بثلاثة، بكل جبار عنيد، من جعل مع الله إلها آخر، والمصورين اللي تأمره بالطاعة ويعاند، يقولك أنا أصل عندي دوت النار هتبدأ بيه. وبعد الحساب تقول لهم أنا المرصاد، أنت لازم كله يعدي علي، المؤمن هيعدي فوق ظهري والكافر هيخش جواه، إن جهنم كانت مرصاد. طيب للطاغين مآبة، ده المشهد بقى التاني، النار بيدخلها الطغاة، ده مشهد العذاب، الطغاة اللي عملوا المعاصي وطغوا عن طاعة الله، فدمرهم الله في الدنيا ويدمرهم في الآخرة. طب أول ما يخش الطغاة دول النار بيقعدوا مجموعة أحقاب، يعني 900 من 300 ل 900 سنة، بيعذبهم عذاب خفيف لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسقا. طب أما الأحقاب دي تعدي 900 سنة دول مثلا يعدوا، يبدأ بقى العذاب على أصوله، بقى يبدأ الزقوم يشتغل وتبدأ الحاجة تشتغل، يبقى أهل النار بيتعذبوا أول ما بيخشوا عذاب خفيف، وبعدين يتقل العذاب. لابثين يعني ماكثين فيها أحقابا، يعني مددا متطاولة، والحقبة 100 عام، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يشوفوا برد ولا يشوفوا شراب ولا يشربوا إلا حميما وغساقا. الحميم ماء بيغلي بيقطع الأمعاء، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ويشوي وجوههم، ده هو ده الحميم. وغساقا ده صديد أهل النار، ويكون شديد البرودة وشديد النتانة، ده هو ده الشراب بتاعهم، يا الحميم يا الغساق. طيب هيفضلوا على كده يتحرقوا ياخدوا حميم وغساق لحد ما الأحقاب تمر، وبعدين يبدأ العذاب التاني. بقى إيه العذاب التاني؟ اللي هي فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. طيب ده كل ده ليه؟ جزاء وفاقا، مجازاتهم وفق أعمالهم، لا يظلم ربك أحد، هذا في حق الكفار، أما في حق المؤمنين هيقول عطاء حسابا، لأن الجنة ليست بالعمل بل عطاء وتفضل، أما اللي بيخش النار بيبقى جزاء. طب ما معنى إنهم كانوا لا يرجون حسابا؟ أي إن هؤلاء الطاغين كانوا في الدنيا لا يرجوا ولا يتمنوا الحساب على سوء أعمالهم، وصدقوا الأماني أنهم من أهل الجنة، أو أماني إنهم مش هيتحاسبوا فعصوا الله. طيب وكذبوا بآياتنا كذابة، دي الجريمة التانية اللي خلتهم يتعاقبوا العقوبة الشديدة دي، إن كذبوا بآيات الله كذابا يعني تكذيبا شديدا، ولم يصدقوا بالقرآن ولم يعيشوا في طاعة الله. وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء فعلوه واعتقدوه أحصيناه في كتاب، قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال السلف
هي أشد آية نزلت. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه، فالعذاب لا يتعود عليه بل يزداد يوما بعد يوم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا. قل قول هذا واستغفر الله ولكم.